بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، نبدأ في شرح المعمل رقم 7 والمعمل رقم 8 والتي تتحدث عن measurement of serum urea and uric acid levels. Both of them are markers for assessment of renal function. الحقيقة بالنسبة لليوريا عندنا في غنونس حنقيسها على اللي هو الشركة الكت من شركة بيكون، بينما في غزة الكت من شركة اللاب كت. نبدأ في الشرح النظري وبعدين نشوف البروسيجرز في كلا الكتين. يوريا is the end product of protein metabolism and it is synthesized in the liver from ammonia produced by the catabolism of amino acids. إذا اليوريا هي عبارة عن يعني مركب ناتج نهائي لتكسير البروتينز أو الأحماض الأمينية، ويتم يعني اللي هو إنتاجها من الأمونيا بواسطة الإنزيمات الخاصة بهذه الحلقة اليوريا سايكل، والتي توجد في الكبد بصورة يعني رئيسية. It is transported by the blood to the kidneys from where it is excreted through the urine. وبيتم نقلها من الكبد عبر الدورة الدموية العامة إلى الكلى، حيث يتم فلترتها وخروجها في البول، وهي مركب ذائب في الماء. الحقيقة أنه اليوريا يعني يعاد امتصاص جزء منها عبر الرينال اللي هي التوبيولز لأهمية وجودها في الدم بسبب اللي هي ليش الهيموستيسيس، الحفاظ على الأوزمولاليتي وعلى البيئة الداخلية في الدورة الدموية العامة، ولا يعني يتم طرح كل ما يتفلتر في اللي هو البول، وإنما يعاد امتصاص جزء منها كما سوف نتحدث في المحاضرات النظرية التي تخص شابتر اللي هو disorders of يعني renal functions. اليوريا الحقيقة أنها بتزيد في عدة يعني ظواهر مرضية. ممكن تزيد في renal diseases لما ما يتمش إخراجها، في اليورينري اوبستراكشنز بتزيد ايضا اليوريا، في الشوك بتزيد، في الكونجستيف هارت فيلير، وفي البيرونز برضه بسبب زياده اللي هي الانسجه المتهتكه المتكسره والبروتينات المتكسره، فبتزيد اليوريا في الحالات اللي هي يعني سالفه الذكر. ايضا اليوريا ممكن انها تزيد في بعض الحالات يعني الاخرى مثل اللي هو تناول البروتينات والاحماض الامينيه بكميات كبيره. يعني بمعنى excessive protein intake. ايضا بيزيد في الهارت فيلير، في الجاسترو انتستاينال هيموراج بيزيد اليوريا، وفي الديهايدريشن، وفي الديهايدريشن برضو بيزيد، وكما اسلفنا في الرينال اوبستراكشن. اذا هذه اسباب ارتفاع مستوى اليوريا في الدم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة. اما نقصان اليوريا في الدم فيمكن ان يلاحظ في بعض الحالات مثل الليفر ديزيزز، وبالأخص الليفر فيلير على اعتبار إنها it is produced in the liver. ففي liver failure معناته it will not be produced synthesized. And also urea is decreased in pregnancy. بتقل أيضا في البريجنانسي على اعتبار إن the pregnant woman in a positive nitrogen balance by means of rate of anabolic pathways is greater than rate of catabolic pathways. معدل البناء في الست الحامل أكثر من معدل الهدم، وبالتالي ما فيش تكسير للبروتينز والأحماض الأمينية إلا في معدل قليل جدا، فتكون اليوريا قليلة في حالة الست الحامل أيضا يا ابني. ممكن أيضا اليوريا تقل في حالات يعني اللي هو الستارفيشن واللو بروتين انتيك، المجاعات واللي هو يكون فيها معدل يعني التكسير قليل. الحقيقة بالنسبة للي هو ال يعني الكت اللي عندي بتاع البيكون، كت البيكون بيتكلم على البرنسبل، نشوف مع بعضنا البرنسبل. الحقيقة هي عبارة عن اليوريكيز أو اليورييز بروسيجر. It is يعني اللي هو this kit is depend on the يعني اللي هو hydrolysis of urea by urease in the presence of water and acidic medium into ammonium جروب اند كربون دايوكسيد. اذا باليورياز بيتم تفكيك اليوريا الى NH4 بلس زائد CO2، وبعد كده بناخد الامونيوم بنفعلها مع الالفا كيتوجلوتاريت
الألفا كيتو جلوتاريت في وجود اللي هو الناد H، وهذا أيضا تفاعل إنزيمي بتم تحفيزه من خلال إنزيم الجلوتاميت دي هيدروجينيز. ما ينتج عندي يا ابني هو الجلوتاميك أسيد زائد الناد بلس زائد ووتر. الناد بلس هذه الحقيقة أجت من الناد H، وبالتالي أنا so here in this method we will measure the decrease in the absorbance of NAD H، لأنه الناد H عندها absorbance وعندها color عند wavelength معين، بينما الناد بلس ما عندهاش، وبالتالي احنا هنقيس في هذه الطريقة يا ابني الشباب اللي هيشتغلوا الطالبات في خانونس النقصان في امتصاص الناد H at wavelength of يعني اللي هو 340 نانومتر. 340 نانومتر بتم قياس طيف الناد H. الناد H هي النيكوتين أمايد داي نيوكليتايد هيدروجين، نيكوتين أمايد داي نيوكليتايد هيدروجين، وهي عبارة عن كوإنزيم، وهي هنا عبارة عن يعني مساعد إنزيم الإنزيم الجلوتاميت داي هيدروجينيز بتساهم في إعطاء اللي هو أيونات الهيدروجين أو يعني ذرات الهيدروجين اللي بتكتسبها الألفا كيتوجلوتاريت مع الـ NH4 لإنتاج اللي هو يعني اللي هو الجلوتاميك أسيد. الجلوتاميك أسيد بتحول الكيتو أسيد إلى حمض أميني، حمض الجلوتاميد، هو تفاعل أكسدة واختزال. الرياجنس اللي عندي أنا في عندي ثلاثة فيلز، فيل لا اللي هو اليوريا إنزيم رياجنت، وفيل اثنين لا اليوريا سبستريت رياجنت، أو الثالث يوريا ستاندرد، وتركيز الستاندرد عندي 50 ملي جرام بر ديسيلتر. بنعمل عملية سيتنج للمندري اللي هو جهاز الاسبكترو بتاعي عند طول موج 340 نانومتر، درجة حرارة 37 سلسياس، وبنقرأ اللي هو الـ يعني الابزوربانس الأولى والثانية، وبينهم بكون فرق زمني دقيقة واحدة 60 ثانية، أو يعني اللي هو عبارة عن إند بوينت اللي هو كاينتيك بروسيجر. البروسيجر بتاعتي أنا باخد عندي اللي هو ستاندرد وتست، باخد من الوركينج ريجنت بتاعي. إذا في عندي أنا وركينج ريجنت بحضر، باخد منه 1 مل في أنبوبة الستاندرد و1 مل في أنبوبة التست. والوركينج ريجنت يبني عبارة عن 4 فوليوم من ريجنت 1 مع 1 فوليوم من ريجنت 2، يعني اللي هو إذا بدي 1 مل باخد 800 ميكرو من ريجنت 1 و200 مايكرو من ريجنت 2، بعمل لهم ميكسينج وباخد منهم 1 مل، او بحط 800 وال200 في نفس الانبوبه، بعمل ميكسينج وبضيف عليهم من الستاندرد 10 مايكرو لتر او من السيرم 10 مايكرو لتر. ميكس ويل اند ريد ذا ابزوربنس A1 فور ذا ستاندرد اند فور ذا اللي هو تيست افتر 30 سكند، ذن ريد انذر ابزوربنس for the standard and the test exactly 60 seconds later، يعني بعد 60 ثانية برضو بأقرأ الـ A2، بحسب دلتا A لا الستاندرد ودلتا A لا اللي هو التست أو السبيسمن من خلال A2 minus A1، أو بأروح على اللي هو القانون تبع اللي هو بير اللي بيقول لي انه والله السيرم يوريا كونسنتريشن بالملي جرام بير ديسيلتر بتساوي الدلتا A للتست على الدلتا A للستاندرد ضرب 50 ملي جرام بير ديسيلتر. النورمال ليفل اللي المفروض متوقع عندي يكون في السيرم طبعا من 10 ل 40 اليوريا ملي جرام بير ديسيلتر بير ديسيلتر. في اليورين طبعا اليوريا موجودة، وأنا بدي تايم سبيسمن علشان أقيسها في اليورين، فما بنشتغلش فحص اليورين. طبعا متوقع أنه أنت تكون عندك يعني اللي هي نتيجة يعني خلينا نقول مع بعضنا نورمال. نورمال بالنسبة لكيت اللي هو اللاب كيت اللي هتشتغلوا عليه في غزة مع المس خلود، هو بيعتمد على طريقة اللي هو الأورثو إفثالديهايد كالوروميتريك بروسيجر، وهذه الحقيقة البروسيجر ممكن نعملها إحنا كاينتيك أو ممكن نعملها يعني إند بوينت، لكن هنعملها كاينتيك أسرع. البرنسيبل بتاعت البروسيجر إنه اليوريا بتتفاعل مع الأورثو إفثالديهايد إن أسيديك ميديوم، وبتعطيني كالرد كومباوند اسمه الأيزو إنودولين which we will measure its
يعني intensity at wavelength of 510 نانومتر. إذن البروسيجر بتاعتنا في عندي بلانك اللي هو من reagent 1، وعندي ستاندرد، وعندي سامبل، عندي ثلاثة تيوبز. بأخذ الريجنت 1 طبعا، قبل يعني احنا نعرفكم على الريجنتس، عندي انا ريجنت 1 وريجنت 2، وعندي ايضا ستاندرد لليوريا. ريجنت 1 عبارة عن بفر، وهو عبارة عن الأورثو إفثالديهايد، وعندي ايضا اللي هو البوريت الصوديوم او صوديوم سوليوشن، بوريت صوديوم بوريت، صوديوم بوريت اللي هو NaClO يا ابني، هذا عبارة عن اللي هو برضو المادة الفعالة اللي بتخلي التفاعل يبدأ عندي. فأنا باخد من ريجنت 1 واحد يعني اللي هو مل في انبوبة البلانك، وفي الستاندرد 1 مل، وفي السامبل 1 مل، بأضيف عليهم في انبوبة الستاندرد من الستاندرد 50 مايكروليتر، ومن السبيسمن في انبوبة السبيسمن 50 مايكروليتر ميكسويل and wait 1 minute، بنخلطهم وبننتظر دقيقة. بعد كده بنضيف يا ابني اللي هو الاكتف كومباوند اللي هي الصوديوم بوريت NaClO، بنضيف منها اللي هو على البلانك وعلى الستاندرد وعلى السامبل برضو 1 مل اللي هو 1 مل 1000 مايكروليتر. then mix incubate at 37 and read the absorbance after 1 minute and after 2 minutes. بنقرأ بعد هيك، بعد ما نضيف اللي هو reagent 2، بعد دقيقة بنقرأ يا ابني اللي هو A1، وبعد دقيقة أخرى بنقرأ A2. then we will calculate delta A. اليوريا concentration بالجرام بير ديسيليتر هتساوي delta A للسامبل على delta A للستاندرد ضرب اللي هو 50 تركيز للستاندرد. بطلع معي تركيز اللي هو اليوريا بالمليجرام بير ديسيليتر. وكما أسلفت بالنسبة للنورمال ليفل، يعني هنا في الشركة هذه بقول إنه ليفل اليوريا البيكم بتقول إنه معان 10 ل 40، هنا عندي من 15 ل 45 مليجرام بير ديسيليتر. عندنا في قطاع غزة غالبا يعني اليوريا لغاية 50، من 10 ل 50 مليجرام بير ديسيليتر تعتبر نورمال، لغاية إيه 50 مليجرام بير ديسيليتر بالذات في الأولد إيج. هذا تقريبا اللي هي يعني البروسيجرز في التو كيتس. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، اسمعوا الفيديو واحفظوا يعني وافهموا البروسيجرز مع البرنسيبلز، مع اللي هي الكلينيكال سيجنيفيكانس والنورمال فاليو، حتشتغلوا تعملوا تقارير ان شاء الله مع اللي هو الاستاذ منذر في خانونس ومع المس خلود في غزه. انتبهوا للتقارير وانتبهوا للشرح هذا واسمعوه بشكل جيد، واقراوا البامفليتس لانه يا ابني حيكون في عندنا احنا ان شاء الله امتحان. هذا الامتحان حيكون يعني عباره عن ريتن، في كل البامفليتس وفي كل الشرح النظري اللي انا شرحته لكم سواء وجاهي او سواء عبر اللي هي الفيديوهات هذه المسجله. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وربنا يوفقكم. الان في عندي انا ايضا اللي هو المعمل الثاني اللي هو قياس اليوريك اسيد ليفل. واليوريك اسيد ليفل يا ابني عباره عن اللي هو البارامتر الثاني، وهو مش الفيرست تشويس بالمناسبه لتقييم وظائف الكلى. يعني انا اذا بدي اقيم وظائف الكلى عند الخيار الاول الكرياتينين، وهنحكي الكلام هذا في المعمل القادم ان شاء الله، لكن يعني برضه يعتبر من وظائف الكلى. ليه؟ لانه اليوريك اسيد الحقيقه بيتم التخلص منه عبر يعني اللي هو جزء منه عبر الكلى. عبر ايش؟ الكلى. حوالي 30% منه 70% بروح على اللي هو ايه يعني عبر اللي هو الكلى، و 30% عبر الانتستين. طريقه القياس لليوريك اسيد عندي طريقه مشهوره جدا عبر كيت اللي هو اللاب كيت يا ابني، هي اليوريكيز اللي هو بي او دي ميثود. اذا اليوريكيز ميثود واللي بتعتمد على اللي هو تحفيز انزيم اليوريكيز اللي بيقوم بعمليه تكسير لليوريك اسيد الى عبر وجود اللي هو الاكسجين والميه الى الالانتوين زائد اللي هو يعني الهيدروجين بيروكسيد زائد ثاني اكسيد الكربون. وانا الحقيقه يعني اود ان اؤكد لكم حضراتكم على انه اليوريك اسيد از ذا اند برودكت اوف النيوكليك اسيد كاتابوليزم يا ابني، بارتيكولارلي بيورين بيزز ادينين اند جوانين. اليوريك اسيد من وين بيجي في جسم الانسان يا ابني؟ بيجي عبر تكسير اللي هو الحمض النووي دي ان اي او ار ان اي اللي هي قواعد النيتروجينيه المشتقه من المركب اللي هو البيورين، اقصد الادينين والجوانين، عندما يتم تكسيرها بالاند برودكت بتاعتها حمض اليوريك. وحمض اليوريك هذا عندما يتكون
بتم يعني اللي هو فرز جزء منه الى الامعاء، 30% بطلع في الاسطول و70% يعاد امتصاصه او يذهب الى الكلى الحقيقه، حيث يتم اللي هو فرزه في البول، بل ويعاد امتصاص جزء منه للبقاء في الدم علشان الاوزموليتي والهوموستاسيس اوف ذا جنرال سيركوليشن اوف ذا بودي. اذا باليوريكيز انا عندي اليوريك اسيد بيعطيني اللي هو فوق اكسيد الهيدروجين يبني، وبتحفيز من الانزيم الثاني اللي هو البير اوكسيديز كما اسلفنا في معامل الجلوكوز والتي جي والكوليسترول، باخذ الاتش 2 او 2 وبفعله مع الاربع امينو فينازون ومع اللي هو المركب الاخر اللي هو الادينوزين داي فوسفيت، ادينوزين داي فوسفيت اللي هو سولت، او طبعا الادينوزين دايسولفيت دايفوسفيت يعني سولت، هو عباره عن يعني اللي هو نيوكليوتيدا، هذا النيوكليوتيد مع الاربع امينو فينازون مع الاتش 2 او 2 يبني ايش اللي بينتج عندي في الاخير؟ انا بينتج عندي الكوينون امين داي اكالرد كومبلكس زائد ووتر. الكوينون امين داي هذا ويل ميجر اتس انتنسيتي ات ويف لينث اوف ايضا يعني اللي هو 500 نانومتر 500 نانومتر. And also the intensity of the quinone amine dye is proportional with uric acid concentration in my serum. البرنسيبل بتاعت اللي هو طريقة قياس حمض اللي هو اليوريك أسيد كما أسلفت سابقا. الحقيقة اليوريك أسيد يعني it is its salts are in the product of the urine metabolism as I said before with a progressive renal insufficiency there is retention in the blood of urea creatinine and uric acid. الحقيقة انه يرتفع حمض اليوريك في الدم عندما يحدث قصور في وظائف الكلى. اذا it is يعني اللي هو seen in renal insufficiency هذا السبب الاول. And also uric acid is increased when consumption of a nuclear protein is raised. بمعنى تناول البروتينات بكميات كبيرة وبالذات الأورجان ميتس يؤدي إلى رفع حمض اليوريك، بل وحدوث مرض الجاوت اللي هو المكتسب مش الوراثي. And it is commonly associated with gout. As I said, بيزيد حمض اليوريك في مرض النقرس الجاوت يبني، والجاوت بالمناسبة يا شباب هو عبارة عن مرض يعني وراثي أو مكتسب. وراثي عندما ينقص الإنزيم اللي بيساعد في التخلص من الحمض اليوريك في داخل الجسم الإنسان وهو هايبوكزانتين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفيريز. When this enzyme is genetically deficient, gout will develop hereditary. And also gout may develop through يعني when consumption of a nuclear protein is raised in the daily food. And this is a type of acquired اللي هو gout. ويمكن تجنبه يعني it can be يعني avoided by food restriction بمعنى اللي هو منع تناول اللحوم الحمراء والبروتينات والبقوليات وبالذات الأورجان ميتس أيضا. طبعا في نقص الحمض اليوريك قد يحدث في بعض الحالات عندما يعني يتم اللي هو يعني في الاستارفيشن او في عند اللي هو تناول يعني كميات من البروتين قليله جدا او يعني في اللي هو اللي ممكن في يعني ظواهر اخرى يعني، ولكن اللي عنده قيمه تشخيصيه اكثر اللي هو الزياده في حمض اليوريك. البروسيجر عندي يا ابني بتاعت اللاب كيت بسيطه جدا اللي هي بتم إضافة اللي هو عندي أنا الريجنت ready to use، وفي عندي اللي هو الستاندرد بتاع اليوريك أسيد اللي تركيزه يعني اللي هو 6 ميلي جرام بير ديسي لتر. بناخد من اللي هو الريجنت بتاعي 1 ميل as blank أو في أنبوبة الستاندرد 1 ميل والسامبل 1 ميل، بنضيف عليهم 25 مايكروليتر mix and incubate 5 minutes at 37 سلسياس، أو ممكن أعمل incubation 10 دقائق عند الروم temperature then we will read the absorbance. يوريك أسيد بالميلي جرام بير ديسيليتر حيساوي عند الـ A للسامبل على الـ A للستاندرد ضرب 6 تركيز اللي هو إيش الستاندرد بتاعي، حيطلع عندي التركيز. والتركيز المتوقع لليوريك أسيد الحقيقة يعني في الرجال هو من 3.5 ل 7.5 ميلي جرام بير ديسيليتر، بينما في الستات أقل قليلاً من 2.5 ل 6.5 ملغ بير ديسيلتر.
هذه يعني اللي هو كل ما يتعلق بالمعمل اللي هو بتاع يوم إن شاء الله الأربعاء في خان يونس والخميس في غزة. بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، واجتهدوا على التقارير بتاعتكم، وإن شاء الله نراكم في اللي هو فيديو آخر بتحدث عن الكرياتينين ديترمينيشن، وحنحكي لكم برضو عن الكرياتينين كليرانس سيست إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.